ندخل على حته لذيذه تانية برضو من شابتر الكربوهيدرات، وهي حته الجلايكوجين ميتابوليزم. الجلايكوجين ميتابوليزم، لما اقول ميتابوليزم يعني معناها ان انا بعمل عمليه هدم، ومعناها ان انا ممكن اعمل عمليه بناء، يعني معناها ان انا ممكن اعمل جينيسيس، معناها ان انا ممكن اعمل لايسيس، يعني معناها ممكن اعمل جلايكوجينيسيس او ممكن اعمل جلايكوجين لايسيس. المهم نبدا باول واحده عندنا اللي هي عباره عن جلايكوجينيسيس. الجلايكوجينيسيس هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن عمليه تصنيع الجلايكوجين. عمليه تصنيع الجلايكوجين، طب اصنع الجلايكوجين منين؟ بالمخ كده يعني، اكيد اصنع الجلايكوجين من الجلوكوز. طيب بتحصل فين؟ برده احنا قلنا قاعده عامه ومش هعيدها تاني، ولا نقولها وخلاص عشان لو كنت نسيت، ان اي حاجه في الكربوهيدرات بتحصل فين؟ بتحصل في السيل سيتوبلازم، ما عدا عمليه الكريبس سايكل بتحصل في الميتوكوندريا، ما عدا عمليه الجلوكونيوجينيسيس بتحصل في الميتوكوندريا وبتحصل في السيتوزول. طيب احنا دلوقتي في عمليه الجلايكوجينيسيس، معناها عمليه تصنيع الجلايكوجين، يعني انا هصنعها فين؟ هصنعها في السيتوبلازم. طيب ايه هي الخلايا بالظبط؟ ايه هي الاماكن التي يتم فيها تصنيع الجلايكوجين؟ هما مكانين، الليفر والمصل. وفي دايما كده الكدني دايما حاجه صغنونه كده بتحاول تبقى ليفر، بس يا عيني ما بتعرفش، بس هي على طول بتلزقها في الليفر في معظم الاوقات. يبقى اذا الاماكن اللي بيتم فيها تصنيع الجلايكوجين هي عباره عن الليفر والكدني والمصل. نبدا اول حاجه في عمليه الجلايكوجينيسيس، يبقى احنا كده قلنا فيها الديفينيشن، كده احنا قلنا فيها السايت. ندخل على الستبس بتاعت الجلايكوجينيسيس. الستبس بتاعت الجلايكوجينيسيس هو عباره عن ايه؟ الستبس بتاعت الجلايكوجينيسيس، اول حاجه زي ما اتفقنا احنا برضو هنبدا بالجلوكوز. الجلوكوز هنحوله دايما الى جلوكوز 6 فوسفيت. هذا جلوكوز 6 فوسفيت، مش هنعيد بقى على السهم ده تاني، اللي هو بتستخدم عندك الجلوكوكاينيز او الهكسوكاينيز، وبتدخل مركب اي تي بي بتطلع اي دي بي، وبتستخدم المغنيسيوم كعامل حفاز. ما علينا من العك ده، خلاص كوننا جلوكوز 6 فوسفيت. طيب هو يجي عندي الجلايكوجينيسيس، عايزه تقول نحن نختلف عن الاخرين. يعني ايه؟ يعني انا مش عايز ابقى جلوكوز 6 فوسفيت كده زي اي حد، يعني انا عايزه احولها مثلا ممكن ننقل الفوسفات الجلوكوز 1 فوسفيت، نقولها ولا عندنا اي مشاكل. ممكن نستخدم الميوتيز انزيم. الميوتيز انزيم هو اللي هيتكفل بان هو ينقل مجموعه الفوسفات من الكربونه رقم 6 للكربونه رقم 1. طيب تقابلني برضو مشكله ثانيه، ان انا علشان ابني جلايكوجين من الجلوكوز المفروض الجلايكوجين يدخل على هيئه يو دي بي جلوكوز. يو دي بي جلوكوز نقول له مش مشكله خالص. ايه هي اصلا اليو دي بي جلوكوز ده؟ يو دي بي جلوكوز ده عباره عن يوريدين داي فوسفيت جلوكوز، يعني عباره عن نيوكليوتايد يعني. ونيوكليوتايد دي ان شاء الله احنا هناخدها، واحنا بنراجع نيوكليوتايد هناخدها بالتفصيل وما تقلقوش، هتكون سهله جدا باذن الله. امال دلوقتي اللي انا عايز اعرفه جوه عمليه الكربوهيدرات، عايز تعرف يا سيدي ان انا هدخل اليوريدين تراي فوسفيت 8 وهطلع 2 انورجانيك فوسفرس اللي احنا بنسميها البايروفوسفير. وبالتالي لما اجي اسمي الانزيم هسمي الانزيم اسمه ظريف جدا وملائم جدا للموقف اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هو عباره عن البايروفوسفوريليز انزيم. البايروفوسفوريليز انزيم، البايروفوسفوريليز انزيم هياخد الفوسفاته اللي موجوده مع الجلوكوز، هياخد فوسفاته من اليو تي بي وهيطلعها على هيئه البي بي اي، وهيكون عندي اليو دي بي جلوكوز. جاهز يا معلم؟ جاهز يا معلم. هنبدا نعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا نركب وحدات الجلوكوز مع بعضها علشان نبدا نصنع جلايكوجين. طيب الانزيم اللي هي مسؤول ان هو يركب لي وحدات الجلوكوز مع بعضها هنسميه ايه؟ هنسميه اسم برضو طبيعي ومنطقي ممكن اي حد يخترعه في العالم، اسمه جلايكوجين سينسيز انزيم. الجلايكوجين سينسيز انزيم، طيب هل انا هبدا من الصفر؟ يعني انا هاخد يو دي بي هي جلوكوزايه اركبها مع يو دي بي هي جلوكوزايه كده واركبهم فوق بعض، ولا المفروض يكون عندي اساس ابني عليه؟ الاساس اللي هبني عليه ده اسمه ايه؟ اسمه الجلايكوجين برايمر. الجلايكوجين برايمر ده عباره عن حبه جلوكوزات محطوطه على بروتين، وبالتالي فهي بتكون شبه الجلايكوبروتين. طب مهم ان انت تعرف ايه الجلايكوجين برايمر ده؟ لا مش مهم، خلاص اعرف ان في حاجه اسمها جلايكوجين برايمر. الجلايكوجين برايمر ده هو اللي هنبدا نركب عليه وحدات اليو دي بي جلوكوز. طيب دلوقتي الانزيم احنا اتفقنا اسمه الجلايكوجين سينسيز انزيم، والجلايكوجين سينسيز انزيم الوحده البنائيه بتاعته اللي هي عباره عن اليو دي بي جلوكوز. اليو دي بي جلوكوز وليكن نرمز ليه الجلايكوجين برايمر برمز دوائر كده وكور جنب بعضها، مش هتفرق هما قد ايه يعني اعتقد، بس المهم يعني كان دي وحدات جلوكوز وده اللي احنا هنسميه جلايكوجين برايمر. يبدا يدخل عندي انزيم الجلايكوجين سينسيز انزيم. الجلايكوجين سينسيز انزيم يبدا يضيف لي وحدات جديده، الوحدات الجديده دي وليكن ان احنا هنرمز لها بالرمز ده كده. طيب هيفضل الجلايكوجين سينسيز يضيف فين يا ترى؟ يعني هو دلوقتي انت عندك يو دي بي جلوكوز، اليو دي بي ماسكه في الكربونه رقم 1 من الجلوكوز، يعني معناها ان انا الكربونه رقم 1 دي هي الكربونه الاكتف، يعني معناها ان انا ممكن انشئ رابطه
الفا 1-4 جلوكوزيدك لينكج، الفا 1-4 جلوكوزيدك لينكج، بحيث ان الكربونه رقم 1 من الجلوكوز هتمسك في الكربونه رقم 4 اللي موجوده في الجلايكوجين برايمر. طيب العمليه دي هتتم لغايه امتى؟ يعني انت هتقدر تضيف جلوكوز 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 كده، هتاخد مساحه كبيره، واحنا عايزين نصنع اكبر كميه ممكنه في مساحه صغيره. يعني هنعمل ايه؟ يعني هنفضل نضيف مركبات الجلوكوز كده اهو، قال لك لغايه ما يوصل طول البرانش ل 11 يونت، يعني ما وليكن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وادي واحده كمان اهي 11، يقوم متدخل انزيم تاني. الانزيم التاني اللي هيدخل هنسميه ايه؟ هنسميه البرانشنج انزيم. البرانشنج انزيم اسمه دليل على عمله. يعني ايه؟ يعني ده هو الانزيم المسؤول ان هو هيعمل لي البرانش بوينت. يعني ايه؟ هيقوم شايل على الاقل 6 وحدات، يعني ممكن نعد كده 1 2 3 4 5 6، هنقوم واخدين الست وحدات دول مثلا ونقوم ناقلينهم هنا اهو، يعني ناخدهم ونبدا ننقل الست وحدات دي ونحطها هنا اهو. طيب واحد يجي يتفزلك ويقول ايه؟ ويقول انا طب ازاي بقى، ازاي وانا هنا عندي الكربونه ده اهي مشغوله فيها رقم 4، رقم 4 بالرابطه الفا 1-4 جلوكوزيدك لينكج؟ هنقول له مش مشكله، مين قال لك ان البرانش بوينت بيكون الفا 1-4 جلوكوزيدك لينكج وانما بيكون الفا 1-6 جلوكوزيدك لينكج؟ تمام تمام، ده اللي هو بالنسبه اللي بيكون عند البرانش بوينت، ودي هي الخطوات بتاعه الجلايكوجينيسيس. طيب هو لما قال لي السؤال قال لي ما قاليش جلايكوجينيسيس وانما قال لي جلايكوجينيسيس اند اتس ريجوليشن، وده يقودني الى السؤال الثاني اللي ممكن يجيبه لك بصيغه ثانيه اللي هي عباره عن الهرمونال ريجوليشن اوف الجلايكوجين سينثيسيس.